متابعي اليوتيوبر التونسي، اهلا بكم من جديد كالعاده وكما عودناكم بمتابعتنا لابرز الاخبار الرياضيه. واليوم باش نحكيو على اخر اخبار الميركاتو. لمزيد من المعلومات ابقوا معنا. فاصلونا. قالت عديد المصادر الصحفيه الليبيه وعلى رأسها موقع لاجرينتا أن قطبي الكرة التونسية النجم والترجي تقدموا بعروض رسمية من أجل الظفر بخدمات لاعب السويح الليبي نور الدين القليب. وأكد اللاعب بتصريح لموقع كرة وجود عديد العروض التونسية وأنه سيتواجد في تونس خلال الأسبوع القادم لتحديد وجهة. نور الدين القليب مواليد 2001 يبلغ من العمر 19 سنة، يشغل قيادة متوسط ميدان وينتمي إلى منتخب ليبيا للشباب. شارك مؤخرا في كأس العرب لأقل من 20 سنة المقامة بالمملكة العربية السعودية، قدم مردود متميز جعله محط أنظار عديد الأندية منها الترجي النجم ليدخل فيما بعد الاتحاد المنستيري على الخط، مع العلم أن اللاعب قضى فترة تحت الاختبار مع النجم الساحلي في فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن المشاكل الإدارية وجائحة الكورونا حالت دون توقيع اللاعب. فلمن ستؤول الكلمة في انتداب نجم منتخب ليبيا للشباب؟ وهل يظفر الترجي بخدمات اللاعب؟ موضوع للمتابع. أكنكورو كملنا، كان معكم أشرف الشابي من قناة اليوتيوبر التونسي، لا تنسوا الاشتراك في القناة، مع الشكر، إلى اللقاء.